إيمان الحمود. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية، من الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى. أهلا بكم. حديث الساعة. احتفل مجلس التعاون الخليجي بمرور 35 عاماً على تأسيسه، احتفال سنوي يكتسب إلى جانب حلاوته طعماً مراً، لأن ثلاثة عقود ونيف مضت على هذه المنظومة ولم يتحقق الكثير على صعيد الوحدة والاتحاد. وبغض النظر عن الخلافات السياسية هنا وهناك، كان الأمل معلقاً على وحدة اقتصادية تؤمن رفاهية شعوب تلك الدول. اليوم يزداد الأمر تعقيداً مع انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية الناجمة عن ذلك، ليبقى السؤال معلقا: ما الجدوى الاقتصادية التي تجنيها دول الخليج تحت مظلة مجلس التعاون؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف من مسقط عبر الهاتف الشيخ بن هاشل المسكري، نائب الأمين العام الأسبق للشؤون السياسية بمجلس التعاون الخليجي. كما ينضم إلينا عضو مجلس الشورى البحريني والخبير الاقتصادي السيد جمال فخرو. ويسعدنا أن نستضيف في استديوهاتنا في باريس الأستاذ برجس البرجس، المستشار الاقتصادي السعودي والكاتب في صحيفة الوطن. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا أستاذ برجس، نبدأ معك الحديث وأنت معنا هنا في باريس. 35 عاما مضت على إنشاء منظومة مجلس التعاون الخليجي، وأبسط أشكال الوحدة الاقتصادية لا زال المجلس عاجزا عنها. برأيك ما هي الأسباب التي تقف خلف ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو المجلس الاقتصاد الخليجي ومجلس اللجنة الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي هي لن تبني أي شيء، هي ليست معنية البناء الحقيقي. البناء الحقيقي يأتي من الدول وتتصور في صورة للمجلس، هي من الأساس. فإذا ما بدأنا إلى مثلا تطوير التعليم وتطوير الخدمات الصحية وتطوير يعني جميع العوامل التنموية، هي تبدأ من الدول نفسها، ولكنها في دول الخليج هي تتمحور وتتصور بشكل خليجي متفق عليه. لا تنطبق كل المعايير الاقتصادية، هي الاقتصاد ليس فقط مثلا الأنظمة الجمركية، ليست تنظيم ما بين الدول. هناك اقتصادات تعني بنفس الدولة فقط، ولكن كان هناك توجه كاتحاد، لأن الدول هي تشترك أيضا بالعامل المشترك الأكبر وهو تصدير النفط. فكانت بالإمكان أن تتحد مع بعضها وتكون كدولة واحدة مصدرة للنفط. ولكن المنظومة التنموية الأخرى والمنظومة الاقتصادية والعملة الخليجية وما إلى ذلك هي متفرعة لكل دولة لوحدها، وجميع الدول مع الأسف الشديد أصيبت بالإدمان النفطي، فأدمنت على النفط كثيرا وتكاسلت كثيرا بالبناء، لأنه لم تكن هناك أيام عصيبة، فكان الجميع يعتقد أو بطبيعة البشر أن الوقت سيكون متاح أكثر وأكثر، ومتى ما حانت الفرصة سنبدأ في البداء. هو مع الوقت البداء يصعب. كان هناك محاولات ولكنها لم تتم. نعم، نتوجه إلى مسقط إلى الشيخ سيف بن هاشل المسكري. أستاذي العزيز، يعني أنت بحكم خبرتك الطويلة داخل مجلس التعاون الخليجي، كان هناك صعوبات دوما تحول دون الوحدة. دعنا نتكلم عن الوحدة الاقتصادية حاليا، يعني عمان مثلا من أكثر المعارضين، من أكثر دول الخليج المعارضة لمشروع الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، يعني لماذا؟ شكرا أخت إيمان. أول شيء أنا أتفق مع الأستاذ برجس على تحليله في موضوع الاتحاد الاقتصادي أو الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، لأنه النقطة الأضعف في هذه الدول أن كلها تعتمد على اقتصاد وحادي، وبالتالي فليس هناك اقتصاد حقيقي لهذه الدول، وقد يتفق معي الأستاذ برجس. لكن النقطة المهمة أولا أن قضية القرار السياسي هو الغائب عن أي تعاون اقتصادي حقيقي بين هذه الدول. فيما يتعلق بموقف عمان نحو اتحاد
الوحدة النقدية، عمان عندها تحليلات، عندها مواقف يعني لأسباب فنية وليس لها علاقة بالقرار السياسي. منذ بداية مجلس التعاون وطرح موضوع المثبت المشترك بين العملات الخليجية، كان هناك في اختلاف في وجهات النظر، وكان وجهة نظر العماني أنه يجب بحكم أنه الاقتصاد أو اقتصاد دول المجلس يعتمد على البترول، وبالتالي فليس هناك بديل عن ربط العملات بالدولار. نعم. هذه الإشكالية الفعلية اللي كانت دائما عمان تصر عليها. طبعا احنا نعرف انه في بعض الدول، في دول خاصة الكويت، عندها هي قضية سلة العملات يعتمد عليها عملية ربط عملتها. نعم. برجع مرة ثانية بقول انه الإشكالية الحقيقية في مسار مجلس التعاون الاقتصادي وغيره هو قضية القرار السياسي. قضية. يعني لو رجعنا إلى مشاريع القرارات التي اتخذت على مستوى القمة منذ 81 واتفاقية اقتصادية وتعديلاتها اللي حصلت قبل 10 سنوات، كلها يعني معتمدة من قبل القادة، لكن عندما تنزل في التنفيذ نرى أو نواجه هذه الدول إشكاليات تطبيق هذه القرارات. ورغم المفروض أنه بعد ما تتخذ قرار معين على الأجهزة التنفيذية أن تنفذ وتسهل عملية التنفيذ. نعم. دول المجلس لم يحصل هذا الشيء. فلنستمع قليلا، نتوجه إلى السيد جمال فخر عضو مجلس الشورى البحريني، وهو خبير اقتصادي يعني ولديه اطلاع واسع على شؤون الاقتصاد خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. يعني ما رأيك بكل ما قيل أستاذ جمال؟ هل فعلا هذه هي الأسباب الحقيقية التي تقف خلف تعثر مشروع الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى اليوم؟ يعني اولا يعني نحن نتكلم عن تعاون اقتصادي، مجلس التعاون ليس مجلس هادف الى تحقيق او لا يعمل حاليا على الاقل الى تحديد الوحده، تحقيق الوحده السياسيه او الوحده الاقتصاديه او اي شيء من اشكال الوحده. لكن كان هناك نوايا، كان هناك مشاريع، يعني كان هناك اطروحات تتعلق بهذا الشان منذ تاسيس المجلس في الثمانينات. لا معلش، خلونا يعني اسمحي لي اتكلم. تفضل. أسس منذ أن أسس مجلس التعاون إلى الآن 35 عام، من الخطأ أن نقول بأن ليس هناك تطور كبير في العلاقات أو في الوحدة الاقتصادية. يعني حقنا المواطن الاقتصادية، كل مواطن خليجي من حق أن يحصل على ترخيص عمل اقتصادي في دول التعاون كان مواطن نفس الدولة. نعم. هناك حرية التوظيف، معاملة المواطن الخليجي عندما يعمل في القطاع الخاص والقطاع العام يعامل معاملة المواطن من حيث التقاعد والتأمين الاجتماعي حقوقه وإلى آخره. حقق الوحدة الجمركية الآن البضاعة عندما تدخل إلى أي منفذ دول التعاون يحقق أنه داخل إلى منطقة واحدة يحسب الضريبة مرة واحدة هذه البضاعة، وهذا يحسب لصالح المواطن الخليجي. نعم. الوحدة النقدية حققنا في الحقيقة جزء كبير منها، صحيح لم تعلن العملة الخليجية الواحدة، لكن هناك مجلس البنك المركزي تأسس، ومجلس المحافظين تشكل، وتم اختيار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي، تم إعداد اللوائح، اجتماعات متصلة للمحافظين على مدى السنوات الثلاث السابقة. أعتقد بأنهم سوف يعلنون قبل نهاية هذا العام الأشياء تحققوها. نعم. طبعا الوحدة النقدية نحن نعرف بأن الإمارات وعمان لظروف خاصة بها لم تشترك في الوحدة النقدية، وهذا في الحقيقة يحصل في كل دول، في تجمعات اقتصادية فيها أوروبا تحقق الوحدة النقدية بين دول دفعة واحدة. نعم. والوحدة النقدية هناك شروط اقتصادية معينة يجب تتنفذ بعض الدول، وأعتقد عمان كان لها موقف واضح أنها لا تستطيع أن تخفض حدود اقتراضها والوصول إلى مديونيتها
رسمه معينه هي الحدود التي وضعتها قوه البنك المركزي الخليجي. لذلك انا اعتقد وشو الشيء الاخر في الحقيقه يذكر الاخوان عندما وقعت القضيه حدد انواع الشركات والاعمال الاقتصاديه التي يمكن خليجيين ممارستها في الدول الاخرى. نعم. وكان القائمه المسموح فيها قائمه صغيره جدا، قائمه الممنوعات قائمه كبيره جدا. اليوم في الحقيقه لدينا قائمه من 10 انواع من الخدمات والاعمال الاقتصاديه التي يحظر التعامل فيها في دول مجلس التعاون، انما الاف الخدمات الاخرى والاف الاعمال الاقتصاديه الاخرى تسمح بممارستها من قبل مواطني دول مجلس التعاون في الدول الاخرى. نعم. وبالتالي من يقول بان لم نحقق اعتقد ربما غير مطلع وغير متابع. نعم. انا اعتقد ما حققناه السنه الماضيه حققنا اشياء كثيره. هل ممكن نحقق اكثر؟ انا في الحقيقه اعتقد ان دائما الانسان طموح ممكن نعم، لكن ما عندي امثله اقول انه فعلا في معوقات لتحقيق التعاون الاقتصادي والوحده الاقتصاديه والعمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون. لحظات فقط ونعود إليكم أستاذ العزيز، لحظات فقط وسنعود. ساعة خليجية إيمان الحمود. أستاذ جمال أنت معي على الخط، هل لديك هل تكمل الفكرة أم نتجه إلى المحور الثاني بسبب ضيق الوقت لو سمحت؟ لا خلاص ممتاز. إذا نتجه الآن مرة أخرى إلى الأستاذ برجس البرجس. استمعت إلى رأيين متناقضين، هناك من يتحدث عن معوقات تحول حتى الآن عن تحقيق أبسط أشكال الوحدة، والأستاذ جمال يرى الأمر عكس ذلك. برأيك الآن مع انخفاض أسعار النفط وزيادة التحديات الاقتصادية بالنسبة لدول الخليج، كل دولة على حدة وأبرزها السعودية تبحث عن حلول للخروج من هذا المأزق، هل الحلول الفردية ناجعة أم أنه يجب أن تكون هناك حلول جماعية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي؟ كيف ترى الأمر برأيك؟ والله أنا في زي ما قلت في البداية أن الشأن الاقتصادي قد لا يكون له تأثير كبير معنيا بنوع من أنواع الاتحاد فيما عدا أن يكون هناك قوة اقتصادية نفطية. النفط طبعا لا زال قائم وان كان سعره منخفض، ولكنه لا زالت يعني الدول الخليج من الدول المؤثره عالميا في النفط. ربما الان مع مشاكل الاوبك الكثيره وربما مع التغير وجهه الاوبك وتغير ادوار الاوبك، ربما قد يكون هناك تحالف خليجي نراه مثلا في السنوات القليله القادمه بهذا الشان. أما بالنسبة للشؤون الاقتصادية الأخرى، يعني إذا انتظرنا 35 سنة أخرى لكي نعمل أي عمل آخر، هو ليس المجلس الملام بهذا الشيء، إنما طبيعة العمل. لو أخذنا مثلا العملة، ننظر مشاكل السعودية في العملة لوحدها، ارتباط بالدولار، تغيير الصرف، متى ما ارتفع الدولار ارتفعنا معه، متى ما انخفض الدولار انخفضنا معه. ليس دائما من صالحنا ارتفاع قيمة الدولار، يعني عندما ارتفع قيمة الدولار هناك أوقات لا نجد من يشتري النفط بالكامل. صحيح. فالشؤون الأخرى يجب أن تنظر كل دولة لوحدها. طبعا الدول لم تكن يعني لم تبلي بلاء حسن بمقدار التطلعات. أنا أتفق مع الأخوان الأثنية، أتفق معهم، ولكن الإنجاز الذي حصل لا يليق بالتطلعات الكبيرة. يعني 35 سنة هو فقط أعمال بسيطة التي أنجزت، أن يستطيع أن يعمل الكويتي مثلا في السعودية والسعودي في قطر وهكذا، وأيضا الأنظمة الجمركية. لم يكن هذا الطموح. الطموح كان أن يكون الخليج مركز اقتصادي ضخم وكبير. ولكن لا نلقي باللوم على المجلس، نلقي باللوم على كل دولة لوحدها. الآن مع انخفاض أسعار النفط، وأن ارتفعت أسعار النفط في السنوات القليلة أو خلال السنوات القليلة القادمة، لن يكون النفط آمناً، لن يكون آمناً. فالجميع يجب أن يعمل بجدية. التحديات كبيرة، الخيارات الآن أقل من السابق، لدينا يعني opportunities، لدينا فرص ولدينا مخاطر. فيجب أن نوجد التوازن ما بين الأربعة: التحديات والفرص والمخاطر
والخيارات. أعتقد كل دولة ستعمل لوحدها، ستستمر في العمل لوحدها برأيك؟ ستستمر في العمل لوحدها. لا أعتقد أن الدول الآن ستجتمع ما لم تنتج لوحدها، عندما يكون إنتاجية وتقدم من كل دولة لوحدها ربما يلتقوا بعدين في مجلس تعاون، ولكن عندما ننظر مثلا إلى قطر تعمل لوحدها، ننظر إلى الإمارات تعمل لوحدها، ننظر إلى تعمل لوحدها، ولا يوجد هناك تقدم كبير بعيدا عن النفط والغاز ومشتقاتها، يعني متكتل العمل حوالين الأعمال هذه. نعم. فربما يعني إذا وضعت مثلا برامج التحول الكبيرة في الكويت وفي الإمارات وفي السعودية وقطر وعمل عليها بجدية، ربما نجد هناك فرق بعد 5 سنوات، ومتى ما كان هناك ثمار نستطيع أن نجتمع ونستطيع أن نتبادل الخبرات ونستطيع أن نعمل مع بعض. أما أن نلتقي الآن، من سيستفيد من من؟ لا توجد الخبرات التي سنستفيد منها، لا يوجد أشياء نعمل منها اتحاد أو منها تآلف. الآن الكل يجب أن يعمل لوحده والكل يجب أن يواصل بقوة. نعم، الشيخ سيف معنا من مسقط، هل تتفق مع هذا الكلام؟ أنا برأيي يعني لا أدري، ولكن سؤال فقط أطرحه، لو كان مشروع الاتحاد الخليجي قد أنجز كما ألم تكن هناك يعني مخاطر أقل ونحن نواجه أو دول الخليج تواجه هذه المعضلة، معضلة انخفاض أسعار النفط؟ أعتقد نظرية الأخ برجس يعني قد يكون صحيحة لو هذا المشروع، مشروع مجلس التعاون، بدأ بهذه الفكرة من بدايته يعني. لكن الفلسفة اللي بني عليها المجلس من 81 حتى اليوم على أساس أنه هناك يعني توجه نحو التكامل الاقتصادي ونحو وصولا إلى نوع من الوحدة الجمركية، بس كل هذا مع للأسف بعد 35 سنة في بعض العراقيل، يمكن الأخ جمال غير مطلع عليها لأنه لا يعني ما يسافر بالبحر حتى يشوف المشاكل. يعني نحن بهذه الدول نلاحظ أن كثير من بعض العوائق تحصل في مناطق الحدود. فيما يتعلق بالاتحاد الحقيقة يعني نحن مناطق الحدود، هل تقصد الاتحاد الجمركي يعني؟ غير مفاعل، لا اتحاد جمركي ولا الاتفاقية كل هذه الاتفاقيات موجودة على الورق، وأنا أتفق مع الأخ جمال أنه جزئيا تم تنفيذها، لكن حقيقة مثل ما هو مطلوب لم يتم تنفيذها، وحتى الآن يعني حتى فيما يتعلق بالتوطين العمالة نظريا وقرارات موجودة وكل شيء، لكن عملية التنفيذ ما زالت هناك في مواجهة بعض الصعوبات. يعني طبعا لكل دولة لها ظروفها الخاصة، رغم أنه هذه الظروف كلها كل الدول الست تعاني من مشكلة العمالة أو نسبة العمالة الطاغية الأجنبية الوافدة، يعني أكثر دولة وأقل دولة عندها عمالة وافدة حتى الآن هي عمان في حدود 44، من يوم كانت قبل 4 سنين 25% الآن وصلت ل 44 وقد تزيد في المستقبل. يعني فهذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية يعني تفرض على دول المجلس أن تعيد تنسلم مع بعضها وتعيد هيكلة هذا الجانب، يعني الجانب الاقتصادي. فيما يتعلق بالاتحاد يا أخت إيمان، أنه أعتقد هي قضية هل نحط الحصان أمام يعني العرب أمام الحصان ولا كذا. يعني الاتحاد في وجهة نظري وسبق أن تحدثت عن هذا الموضوع لم يأتي لقناعة وخدمة شعوب هذه المنطقة، وإنما جاء الاتحاد من الأهداف السياسية، ليس لنا علاقة ولا شسمه. والدليل على هذا الشيء أنه هذا المشروع طرح فجأة ثم لم ترعى فيه يعني أي مؤسسة من المؤسسات اللي هي التشريعية في هذه الدول، وما أعتقد أنه هذا الاتحاد سيرى النور قريبا، قد يكون بعد 10 15 سنة.
نعم، نتوجه قليلا إلى الأستاذ جمال فخرو. أستاذي العزيز، ما رأيك بهذا الكلام؟ هناك فعلا أقاويل يعني تحوم حول أن فكرة الاتحاد هي فكرة بحرينية سعودية فقط، وسواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وأن بقية دول المجلس غير متشجعة على يعني خوض هذه التجربة. يعني أولا دعونا نفرق بين الوحدة الاقتصادية وبين الوحدة السياسية، وأنا في الحقيقة لن أتحدث عن الوحدة السياسية لأن هذا موضوع مختلف تماما عن موضوع حوارنا. نعم. ولكن عندما يقول الأستاذ سيف بأن الاتحاد الجمركي على ورق، وأن يتكلم الأستاذ برجس ويقول أن احنا نحتاج نكون قوة اقتصادية نقطية، في الحقيقة أنا لا أفهم هذا الكلام. الاتحاد الجمركي ليس على ورق. اليوم الأستاذ سيف لو يورد أي بضاعة في عمان ويدفع عليها جمرك، تنتقل بضاعة من عمان إلى البحرين إلى السعودية الإمارات دون أن تدفع جمرك ثاني. هذا معناه نحن حققنا الاتحاد الجمركي في مجلس التعاون. نعم. هذا مفهوم الاتحاد الجمركي، أن تدفع الرسوم الجمركية في منفذ واحد أيا كان في الدول الست، وتتحرك البضاعة بعد ذلك من غير أي رسوم. لكن انا ايضا يعني ما فهمت من الاخ برجس موضوع الطموحات الكبيره الناس والطموحات. ما هو مركز اقتصادي كبير؟ الدول الخليج يعني عندما تاسس الاتحاد او تأسس التعاون كانت تعتقد بان هذه الدول سوف تقوم بعمل مشروعات حكوميه مشتركه. الوضع الاقتصادي الان لا يتطلب مشروعات حكوميه مشتركه او حتى مشروعات حكوميه محليه. الوضع الاقتصادي الان يطلب من الدول ان تشجع القطاع الخاص. وانا اريد ان اسال، في اي دوله من دول مجلس التعاون لم يسمح للقطاع الخاص من اي دوله اخرى بالاستثمار؟ نحن نعامل جميع دول مجلس التعاون في البحرين معامله الشركه او المواطن البحريني، ونفس الشيء في الامارات، ونفس الشيء في السعوديه، ونفس الشيء في عمان. نعم، قد تكون هناك اجراءات تنفيذيه مختلفه، هذه في كل دول حتى في اوروبا موجوده. نعم. لكن نحن نشجع الاستثمار بين دول مجلس التعاون. الشيء الثالث المهم، نحن الآن يعني لا يمكن أن نقول بأننا لسنا قوة اقتصادية أبدا. نحن عندما تفاوضنا مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع الاتفاقية الاقتصادية المشتركة معهم اللي هي شبيهة بالFTA، نعم، لم نصل إلى اتفاق بعد مباحثات 17 سنة لأن اقتصاديات دول مجلس التعاون تختلف من دولة إلى أخرى، وظروف دول مجلس التعاون لم تتشابه أسوة بأوروبا. لذلك نحتاج في الحقيقة الفترة الزمنية القادمة لكي نساوي بين أوضاعنا الاقتصادية لكي نستطيع أن نذهب ونتحاور كمنظومة اقتصادية واحدة مع منظومة اقتصادية. يعني نساوي بين أوضاع اقتصادية، كيف يعني؟ كيف يمكن أن تساوي مثلا بين دولة السعودية ودول أن نساوي في الظروف، في الإجراء، في القوانين والأنظمة. نعم. أوكي، نحن نحتاج أن نكون في اتفاق بيننا أن نذهب للتفاوض كدول خليجية واحدة، وهذا عملناه. لكن أوروبا أصرت على بعض الأمور في بعض الدول لكي تتحقق قبل أن تتفاوض معنا كمنظومة اقتصادية. أوكي؟ نعم. لذلك لم تنجح المفاوضات مع أوروبا. أرجع وأقول بأنه ليس من الحقيقي أو من الواقع أن نقول بأننا حققنا شيء يسير على مدى 35 سنة. بالعكس، حققنا شيء كثير. وأنا أتمنى من الأخوان برجس والأستاذ سيف أن يعطوني ثلاث أمثلة يعتقدون بأنها كان يجب تتحقق ولم تتحقق. طب أوجه السؤال مباشرة للأستاذ برجس ومع تعليقه على كل ما قلت، تفضل. إذا يسمح لي زميلي جمال، أنا لن أجيب على السؤال هذا، ليس لسبب، وإنما زي ما تفضلت أنا بالأول قلت أنه الطموحات تختلف. يعني ليس الطموح، يعني عندما نتحدث عن التنمية ليست الفكرة أنه نتشارك، يعني نوجد قانون للمواطن البحريني لكي يشتري منزل أو يفتح شركة أو مؤسسة في الكويت أو كذا. ليس هذا الطموح، هذا ربما طموح خطة 3 سنوات وليس 35 سنة. لازلنا نرى يعني في أشياء كثيرة
تعيق حتى الحواجز. يعني أوكي بالنسبة للجمارك، الجمارك لأنه كل دولة مستفيدة من جهة، ولذلك عمل على قانون الجمارك وأيضا منظمة التجارة الدولية خلفهم، وهناك شروط لن تحصل على العضوية في بعض النقاط حتى تجتاز بعض الأعمال. ولكن عندما نرى مثلا عبور السيارة من السعودية إلى الكويت أو من البحرين إلى السعودية، تجد أن فيه الجهد يضاعف، تجد تفتيش كويتي والجمارك وجوازات كويتية، ومن ثم تعبر بعدها بأقل من 5 دقائق وتدخل في نفس البروسيس بالكامل، مع أنه عملية الربط يفترض أن تكون كمبيوتر ينسخ هنا وينسخ هنا. نعم. يعني لا تو يعني هي مشاكل كثيرة. أنا نزلت أمس إلى 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 باريس عن طريق ألمانيا. أنا في ألمانيا كنت ترانزيت، بس ختم لي في ألمانيا فقط، ما ختم لي في باريس. فلما شافني جاي من برا الاتحاد الأوروبي كدولة أولى، هو ختم لي وأنا أساسا سفرتي إلى باريس ما هي إلى ألمانيا، فهو قام بالنيابة عن الدولة الأخرى. ليس هناك يعني مطالبات أن يكون العمل مضاعف هنا وهناك، وإن كان هناك الآن يعملون على هذه الأشياء ويعملون على تحسين الأوضاع. أعيد وأقول مرة أخرى أن المشكلة ليست من المجلس، المشكلة هي من الأعمال داخل الدول نفسها. يعني لم يكن هناك بطاقة موحدة، لماذا؟ لأنه لم نحصل على البطاقات إلا مؤخرا. يعني أفراد الأسرة إلى الآن ليس كل أفراد الأسرة عندهم بطاقات تستطيع العبور من دولة إلى أخرى. صحيح. الأعمال التي نتحدث عنها ليست السماح للسعودي أن يعمل في البحرين أو أن يقيم مؤسسة في البحرين، نتحدث عن تكامل في الصناعات، تكامل في التكنولوجيا، تقدم. هذا ما نبحث عنه. أما عملية التسهيلات والإجراءات، ربما نحن السعودية مثلا في السعودية ربما نواجه صعوبات، ربما الأمور تكون سهلة، وهذا ما يعني ليست عامل تنافسي. يعني لن يكون هناك فرق كبير إذا كان الحصول على الرخصة في السعودية بالنسبة للمواطن السعودي كما يصورونه الآن 24 ساعة، خليها تأخذ شهر ما في مشكلة. ليست هذه هي نقطة التنافس. الكلام متى نخلق اقتصاد معتمد على نفسه مستدام كامل بالنسبة للدول، وعندما يكون هناك اقتصاد متكامل ومستدام في كل دولة، تستطيع كل دولة أن تكمل الدولة الأخرى، ويستطيع أن يكون هناك برامج تعاون ما بين الدول. يعني هي ليست أنا أرى زي ما تفضل الأخ جمال أنه في تقدم في بعض أو بدأت حديثي بداية الحلقة أنه الاقتصاد ليس اتحاد جمركي، الاقتصاد هو أن تقيم اقتصاد قائم. ها نحن الآن نتحدث، جميع دول الخليج تعاني اقتصاديا، لم يشفع لنا أعمالنا الداخلية، لم يشفع لنا اتحادنا أو اجتماعنا مع دول مجلس التعاون، هذا ما نتحدث عنه. نعم، لحظات فقط ونعود إليكم. ساعة خليجية، إيمان الحمود. نعود إلى مسقط، إلى الشيخ سيف بن هاشل المسكري. أستاذي العزيز، لدي سؤال الآن أو محور آخر، هو عن نسب البطالة. يعني دول الخليج تعتبر، يعني على الرغم من أنها دول ثرية نفطيا، ولكن هناك نسب بطالة مرتفعة جدا. صحيح أن المواطن الخليجي بات من السهل عليه أن يجد عملا في دولة خليجية أخرى، ولكن حتى الآن لم تصل دول الخليج إلى مرحلة استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل وتوطينها وظيفيا في دول الخليج أو في دول المجلس. هل هي أسباب اقتصادية فقط أم هي أسباب سياسية واجتماعية أيضا برأيك؟ أولا بس يعني تعليق على كلام أستاذ جمال. المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي دخلت يعني عامها 25 وإضافة، ولا أعتقد إنه بيتوصلوا إلى اتفاق إلا بعد ما دول المجلس تقوم فعلا تعد نفسها لهذه الاتفاقية. واحد شيء ثاني فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي، يعني قضية الاتحاد الجمركي ما زال هناك عوائق، وما زال هناك في نقاط كثيرة لم يتم أيضا تسهيلها. يعني قضية الوحدة الاقتصادية، أنا أيضا بعطيك مثال أستاذ جمال، يمكن البحرين بحكم أنظمتها، بحكم حجم البحرين وتشجيع الاستثمارات، هذا شيء يختلف. لكن حتى الآن في دول ترفض
بضاعة من دول المجلس من دول المجلس. فهذه أشياء كثير ما نريد ندخل فيها لأنه قد تأخذ إجراءاتها. لكن فيما يتعلق بالبطالة، الحقيقة نحن نتكلم عن شيء غريب، نتكلم عن بطالة المواطن أو الباحثين عن العمل في دول المجلس المواطنين، بينما عندنا يعني أكثر لو أخذنا معدل إجمالي للوافدين في دول المجلس تتجاوز 70%. فوين كيف هل هناك قرار أو عمل على حل هذه الإشكالية؟ أنا أعتقد لا نستطيع أن نتكلم عن بطالة في ظل عمالة وافدة بهذا الحجم، وإنما هم سوء إدارة وسوء تخطيط في كل الدول الست، وسوء أيضا حتى يعني النظرة المستقبلية، حتى الجانب الاستراتيجي يشكل خطر كبير يعني في غياب يعني في الاعتماد على العمالة الوافدة. فبالتالي فأنا في تصوري أنه على دول المجلس خاصة أن نحن في هذه المرحلة أنه تجلس مع بعضها وتبحث عن حلول، ليس لقضية أنه تنفيذ بعض الاتفاقيات، بس هذه البطالة الموجودة في هذه الدول يعني تشكل خطر أمني على هذه الدول، وبالتالي فبتكون أعباءها الجانب السياسي خطير على دول المجلس. ولا أستثني أحد من هذه الدول لأن كل هذه الدول تعاني نفس الإشكالية. نعم، يعني السيد برجس هنا في الاستوديو يبدو مخالفا لرأيك، ولكن سنستمع إليه بعد الاستماع إلى الأستاذ جمال. أستاذ العزيز، يعني ما رأيك بما قيل بخصوص ملف البطالة في دول الخليج؟ البطالة، أنا سوف أعود مرة أخرى وأقول بأن نحن لسنا اقتصاد واحد، إحنا ما عندنا ميزانية واحدة لدول مجلس التعاون. مجلس التعاون هو كيان، سواء كان بالاتحاد الأوروبي هو كيان. عندما تكلم عن أوروبا هناك دول فيها انهيار اقتصادي وفيها دول فيها نمو اقتصادي. لا نقول بأن كل أوروبا فيها نمو، إنما عندما نجمع المنطقة اليورو نقول منطقة اليورو فيها نمو أو فيها انحدار. نفس الشيء نقول منطقة الخليج فيها نمو أو فيها انحدار. كل دولة على حدة، فأوروبا لا تختلف عنها. هذا أولا. ثانيا، موضوع التنقل طبعا هذا ليس محورنا، ولكن نحن الخليجيين نتنقل في الدول مجلس التعاون بالبطاقة، والأجنبي لا يستطيع لأننا لم نصل إلى موضوع الفيزا الخليجية. هذا موضوع حوار ونقاش صار لمدة، ومع الأسف الشديد لم نصل فيه إلى حل، وأنا أتمنى أن نكون حالنا من حال الدول الأوروبية. أوروبا تطورت عنا، والآن تلاحظون أوروبا بدأت تتراجع قليلا مع الأسف الشديد بعد الظروف الأمنية اللي عندها على موضوع التنقل بالفيزا، ولكن هذا موضوع أيضا موضوع آخر. صحيح، أرجع وأقول بأن هناك فرق بين انتقال السيارات أو انتقال الشحنات بين الحدود الخليجية ودخول البضاعة المجمركة إلى منطقة مجلس التعاون. الوحدة الجمركية تحققت 100%، لأن المقصود بالوحدة الجمركية أن هذه المنطقة الجغرافية تدفع فيها الرسوم الجمركية مرة واحدة، والبضاعة الخليجية لا تدفع عليها جمارك، معفاة من الجمارك لأنها منطقة جمركية واحدة. نعم، لن نكون قاسيين على نفسنا. نحن حققنا الكثير بفضل أعتقد الشعوب وفضل الحكومات، الدول، الإعلاميين، الأكاديميين، الصحفيين، اجتهدنا جميعا، حققنا شيء كثير على مدى السنوات الماضية، وإن شاء الله سوف نحقق الشيء الأكثر. طيب، موضوع البطالة هذا طبعا أيضا، الموضوع البطالة أيضا في أوروبا هناك دول تصل فيها بطالة 15% ودول تصل فيها بطالة 2%. نفس الشيء دول الخليج، عند دول فيها 4% و3%، وعند دول فيها 11% و15%. فأنا ما أشوف الحقيقة هناك يعني مشكلة بطالة خليجية، إنما بطالة في كل دولة على حدة، وليس في مشكلة بطالة أوروبية إنما في كل دولة على حدة.
أرجع وأقول هذه كيانات اقتصادية، ولكن يعني كيان الاتحاد الأوروبي واحدة. ودول أوروبا لا تتساوى اقتصاديا مع دول الخليج وكيانها الاقتصادي، وبالتالي مسألة البطالة، مسألة مقارنة معدلات البطالة بين أوروبا وبين دول الخليج، حتى في هذه تبدو دول الخليج يعني خاسرة في هذه المقارنة. لا، أنا لا أقارن، أنا أقول أن الهيكل التنظيمي في دول الخليج مشابه للهيكل التنظيمي في دول أوروبا فيما يتعلق أن البطالة تحسب لكل دولة على حدة وليس للقيام. نحن لسنا أمريكا دولة واحدة. نحن 6 دول والاتحاد الأوروبي كذا وعشرين دولة. نعم، ولكن حتى الاتحاد الأوروبي عندما تصادف بعض دول الاتحاد الأوروبي أزمات مالية، تجد بأن هناك اجتماع لكيان الاتحاد الأوروبي يعني في بروكسل أو غير بروكسل من أجل الخروج ب يعني أقل الحلول لمساعدة هذه الدولة. لديك اليونان مثلا، هل مظلة مجلس التعاون الخليجي قادرة على القيام بشيء من هذا النوع؟ هذه راح يكون أعتقد إذا وصلنا إلى موضوع البنك المركزي الخليجي، قد يكون هذا أحد النقاط التي سوف ينظر فيها بفترة أخرى. لكن أنا سوف أكون على موضوع التعاون المالي بين دول الخليج عندما البحرين احتاجت إلى التمويل لمشاريعها في البنى التحتية، دول الخليج ساعدتها وقدمت لها المساعدة. ممتاز. نتوجه اليونان عندما احتاجت وقفت أوروبا معها. صحيح. الحمد لله لم تصل أي دولة من دول مجلس التعاون إلى ما وصلت إليه اليونان، لكن عندما احتاجت البحرين إلى ضخ أموال للبنى التحتية دول الخليج ما قصرت ساعدتها، وبالتالي لن تكون أوروبا أفضل في تعاونها مع دول مجلس التعاون. نتوجه إلى الأستاذ برجس قليلا لنسمع تعليقه على كل ما قيل، وخاصة بأن لديه كان تعليقا على ما قاله الشيخ سيف من مسقط. تفضل سيدي العزيز. بالنسبة لموضوع البطالة، سواء نظرنا له يعني مجلس تعاون خليجي أو كل دولة على حدة، هي نفس الشيء، لن يختلف كثيرا. بالنسبة للعمالة، زي ما تكلم زميلنا الأخ سيف، العمالة الوافدة لو استبدلناها اليوم بالكامل بمواطنين لن يتطور من الاقتصاد شيء، بل أننا سنستبدل عمالة رخيصة بعمالة المواطن الخليجي مكلف أكثر من الوافد. ولكن ليس هذه النقطة لم يتطور الاقتصاد ولن يتطور بهذه الطريقة. مشكلة البطالة الكبيرة أننا نستورد من الخارج جميع السلع من صناعات وخدمات متقدمة وبرمجيات وإلكترونيات، نستوردها من الخارج، أي أننا لا نجعل تلك الفرصة لأبنائنا لكي يعملوا برواتب مجدية، بأعمال متطورة، بأعمال تنافسية، بل نستوردها من الخارج ونبقي أبنائنا ونبقي العمالة الوافدة في الأعمال الخدمية والأعمال البسيطة. يعني مثلا يعني حتى الصناعات التي نقوم عليها هي أعمال غير منتجة يعني غير خلاقة للفرص الوظيفية. نعم. خصوصا الأعمال النفطية، جميع الأعمال النفطية ليست خلاقة للفرص. النقطة الأخرى أو السبب الثاني للبطالة هو أننا لا نستغل الفرص ونطور من صناعات متقدمة ونصدر للخارج. أنا أتكلم عن الفرص المناسبة، هناك فرق كبير عندما تعمل على منتج بسيط صغير جدا نسبة الأجور فيه متدنية مقارنة ب يعني أي جهاز إلكتروني أو صناعة سيارة أو صناعة طائرة. إذن عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى أننا نستورد ما نحتاج، المشكلة الثانية أننا لا نصدر هذه المنتجات، فبالتالي بكل تأكيد سيكون لدينا بطالة. يعني اليونان الآن تعتبر أكبر بطالة، أسبانيا واليونان في أوروبا، البطالة تصل إلى 30%. عندنا في دول الخليج لا تصل البطالة إلى ربما 11% ولا 12% ولا 15% بأقصى حد. ولكن مؤشر البطالة ليس المؤشر الوحيد الذي يدل على البطالة، هناك مؤشرات أخرى. المؤشر الآخر عندما ننظر إلى عدد المشتغلين مقارنة بعدد السكان اللي أعمارهم تجيز لهم العمل، نجد أن في اليونان وفي إسبانيا 50%، أي أن مقابل كل شخص يعمل هناك شخص لا يعمل.
بينما في المملكة تجد في الخليج تجد لكل شخص يعمل هناك 3 أشخاص لا يعملون. إذن المؤشرات ليست واحدة. عندما ننظر إلى مثلا مؤسسة النقد الدولية، عندما ننظر إلى البنك الدولي، مؤشرات البطالة ليس فقط مؤشر البطالة، إنما هناك 3-4 مؤشرات يجب أن تجمع مع بعضها. نعم، لحظات فقط ونعود إليكم. ساعة خليجية، إيمان الحمود. نعود إلى مسقط. الشيخ سيف بن هاشم المسكري، لدي سؤال، لن أكون قاسية وأقول ما الجدوى من استمرار هذه المنظومة إذن رفاهية أو أدنى شروط الرفاهية لشعوبها، ولكن لماذا لا تتسع هذه المنظومة ربما لإيجاد حلول اقتصادية؟ كان هناك حديث عن ضم مثلا دول كالأردن والمغرب، وهي دول يعني ممكن الاستفادة من التعاون معها اقتصاديا، دعنا من الأمور السياسية. لماذا لا تفكر دول الخليج في توسيع المظلة الخليجية خاصة مع الأزمات التي تواجهها حاليا؟ شكرا على السؤال. حقيقة يعني هي عملية الطرح، الفكرة هي طرحة غريبة يعني، إلا إذا كان نحول إلى مسمى مجلس التعاون إلى مجلس عربي مصغر. نعم. يعني هذه يعني ففهمت إن الأردن ممكن دولة جارة ودولة يعني تحمل نفس النظام السياسي لأنظمة دول المجلس، لكن لم أفهم كيف نستطيع نكون المغرب اللي هو تبعد حوالي أكثر من 1500 كيلو عضو في مؤسسة مجلس التعاون. وبالتالي فهذه أنا أعتقد هذه الأفكار النرجسية يعني فيها نوع من الصعوبة في عملية التطبيق، يعني عملية الجانب العملي. أنا أتذكر الأردن في بداية قيام مجلس كانت تسعى وتضغط وتطلب أن تكون جزء من هذه المنظومة، لكن كان الرد على هذا الطلب أنه دول المجلس هي نادي مغلق لهذه الدول الست، لأنه في أسباب معينة تم خلق هذه المنظومة. وبالتالي شيء ثاني، أنا لا أريد أن أقسو على دول على المجلس، يعني بحيث أنه يعني أخفف يعني الأحد أو القرارات والمشاريع التي تم تنفيذها وكذا، لا، بس إحنا دائما لما نريد نتكلم عن منظومة مجلس التعاون نقارنها بين القرارات اللي تم اتخاذها من سنة 81 ولم يتم تنفيذ تقريبا أكثر من أنا لا أبالغ إنه أكثر من 50% من هذه القرارات هي في الأدراج، وهذه القرارات كانت استراتيجية لما كان في حماس لمجلس التعاون. الآن هذا الحماس بدأ يعني يخفت كثير 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 نحو توجه حتى التعاون. وأنا أتكلم ليس من باب التنظير، وإنما الحقيقة يعني ما ألمسه من خلال ما يحصل في هذه المرحلة. أنت كنت قريبا من المطبخ كما يقال. كنا جدا، وأنا الآن لست بعيدا أيضا عن ليس عن المطبخ، ولكن ليس عن منظومة لست بعيدا عنها. ولهذا فأنا لما أتكلم عن إخفاقات المجلس بعد 35 سنة لا أريد أن أقسو على هذا المجلس على المنظومة، لكن أنا أقول أن الظروف الداخلية لكل هذه الدول أدت إلى بطء وإلى عدم تنفيذ قرارات كثيرة تم اتخاذها على مستوى القمة. نعم. فيما يتعلق بقضية البدائل أنا أعتقد وأنا أتفق مع الأخبار الجسمية فيما يتعلق بقضية الاقتصاد وقضية الكفاءات الوطنية. نحن عندنا مشاريع بالمليارات سواء من الكويت حتى عمان، لكن لنأتي نسبة العنصر الوطني في هذه المشاريع وكلها يعني لا تتجاوز في أحسن إلى في 30%. إذا نحن هنا لا نستطيع أن نتكلم عن بطالة، وإنما نتكلم عن كيفية استغلال الأيدي الوطنية في هذه المشاريع. أيضا لما نتكلم عن الاستثمارات، إحنا
كل دول المجلس من الكويت حتى عمان حتى صلالة تتكلم عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ولا نتكلم عن قضية كيفية تشجيع الاستثمارات الخليجية في هذه الدول. صحيح. يعني حتى اليوم نرى أن مثلا الصين تتحدث عن استثمار 10 مليارات دولار في عمان. طيب هذه العشر مليارات ماذا، ما هو المؤثر أو جانب الاقتصاد الوطني العماني؟ راح إلا قليل. يعني أنا أتساءل، هل نحن عملنا دراسة؟ وكذلك المشاريع الضخمة موجودة في الكويت، موجودة في البحرين، يعني معظم مشاريعنا للأسف تقام وبعدين نأتي بعمالة أجنبية لهذه المشاريع. فأيضا أين هو الاقتصاد؟ أين هو الحقيقة الدفع الوطني لهذه الاقتصاديات المحلية؟ طيب نتجه قليلا، نتجه قليلا إلى الأستاذ جمال، خاصة وأنه متفائل إلى حد كبير، متفائل أكثر منكما. وأنا لست متشائم وقت أي يعني. لنسمع منه متشائل بالضبط. أستاذ جمال، يعني أنت كيف تنظر الأمور؟ هل تتوقع بأنه من الأفضل مثلا توسيع المنظومة؟ يعني الآن يتم الحديث ربما عن ضم اليمن قريبا إذا انتهت الأزمة مع اليمن، وأن ضم اليمن بات أمرا ضروريا إلى دول المجلس. يعني ما رأيك بهذا، بهذه الأطروحة؟ لا شوفي، أنا أعتقد أن نفرق بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي. نعم، ضم الأردن والمغرب كان قرار سياسي، وإذا كان في تفكير ضم اليمن فهو أيضا قرار سياسي. نعم. لأن الأوضاع الاقتصادية ومعدل النمو الاقتصادي في دول التعاون يختلف، وحتى الهيكلة الاقتصادية تختلف تماما عن الدول الثلاث الأخرى. أنا اقتصادي قائم على النفط، قائم على صناعات ثقيلة، قائم على كذا وكذا، وعندي معدل دخل المواطن يفوق عشرات المرات معدل دخل المواطن في الدول الغربية. وبالتالي أنا أعتقد إذا راح يصير أي شيء فهو قرار سياسي وليس قرار اقتصادي، بل بالعكس ربما ترتب على هذا القرار السياسي إنهاك لأوضاع بعض الدول الخليجية اقتصاديا. يعني لكن إذا كان نعم. لكن إذا كان القرار الاقتصادي السياسي على مدى طويل سوف يولد استقرار وأمن وإلى آخر لهذه الدول، ربما يكون من المفيد أن نتخذ القرار ونتعب اقتصاديا شوية حتى نستفيد في المستقبل البعيد اقتصاديا وسياسيا وعربيا. لا يعني هو السؤال أن هذه الدول، نحن الآن نتحدث عن تنويع مصادر الدخل، هذه الدول مثلا على أبسط مثال لديها مساحات شاسعة من الأراضي. لا تنويع مصادر الدخل ليس له علاقة بهذا الموضوع نهائيا. نعم، توضع مثلا مصادر الدخل يقوم على أساس أنه يا تنويعها اقتصاديا يا تنويعها ماليا. وبالتالي نحن حاليا من حيث مساهمة النفط في القطاع في الاقتصاد لا زالت مساهمة كبيرة في كل دول التعاون ما عدا البحرين حوالي 20%، ولكن في تمويل الميزانية في كل دول التعاون يصل لحوالي 70-80-90%. وبالتالي إذا كنا راح نفكر في التنويع هذا الموضوع يعني كبير ويحتاج في الحقيقة إلى 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 ساعات أطول للنقاش. لكن أرجع وأقول موضوع البطالة، أنا في الحقيقة لا أتفق مع ما ذكره الأستاذ برجس في أن عندنا كل شخص يعمل مقابل ثلاث أشخاص لا يعملون. هذا معناه أن نسبة البطالة عندنا 300%، وهذا لا يمكن. نحن في دول مجلس التعاون، أنا أدرك البحرين عندنا حوالي 1% نسبة بطالة، والأعلى أعتقد أنا مش غلطان حوالي في السعودية ربما 11-12%، وآسف إذا كانت معلوماتي خطأ، لكن لم نصل إلى أن إحنا عندنا فعلا بطالة وضعها سيء مثل اليونان أو مثل إسبانيا عندما وصلت البطالة بالشباب 40-50%. هذا الشيء. الشيء الآخر، إحنا في السنوات السابقة عملنا على تكبير وتضخيم اقتصادنا، لذلك اضطرينا أن نأتي بأيدي عاملة أجنبية لكي تعمل في هذا الاقتصاد. لا يمكن الاقتصاديات أن تصل إلى هذا الحجم الكبير لولا استخدام أيادي عاملة أجنبية، لأن المواطنين بعددهم غير قادرين على تلبية الحاجة. وبالتالي رجعنا إلى الخارج لأننا نحتاج إلى أيدي عاملة لكي توسع اقتصادنا. لو ما جبنا أيدي العاملة هذه لما وصل حجم اقتصادنا إلى الحجم وصل إليه.
نعم. وبالتالي هناك حاجة دعتنا إلى سلسلة الاستقدام. طبعا الشيء الأهم في هذه كلها ووجود البطالة وإلى آخره، طبعا ظروف التعليم عندنا مع الأسف الشديد لم تكن مستوى جيد، الظروف الاجتماعية أحيانا تساعد المرأة على المشاركة، الظروف السياسية وإلى آخره. في أسباب يجب أن نعمل عليها، وأنا لا أدافع هنا بأننا ما عندنا بطالة في الخليج، ولكن ليست بالنسبة التي ذكرت برجس، وليس بالنسبة التي الواحد يقلق منها أن هي وصلت إلى إسبانيا أو وصلت إلى 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 بعض دول أوروبا. نعم. تفضل أستاذ سيف، تفضل باختصار لو سمحت. أنا أعتقد أنت أخذت نسبة البطالة بناء على عدد السكان في كل دولة. احنا يجب ان حتى نكون تحديدا نعرف النسبه الحقيقيه للبطاله، انه ناخذ نسبه البطاله بالنسبه للمواطنين وليس للعدد الكلي للسكان فقط كملاحظه هذه. نعم نتج قليل. لا ارجو انا ساوضح. لا انا لم اقصر على السكان نهائيا، هذه طيب. ارقام رسميه تصدر من الوزارات المعنيه وهي تحدد نسبه البطاله عندها، ومقاييس البطاله في الاي ال او تحدد ما هو المقصود بالبطالة. طب نتج قليلا أستاذ برجس لأن لديه تعليق على ما قيل، تفضل عزيزي. وكلام الأستاذ جمال صحيح، ولكن ذكرت أنا هذا الشيء أننا نتحدث عن مؤشر آخر، ولم لا أتحدث عن مؤشر البطالة، أتحدث عن مؤشر عدد المشتغلين إلى عدد الغير مشتغلين. يعني أي أنه مثلا في إسبانيا المشتغلين 50% ولكن نسبة البطالة 30%. المشتغلين 50% أي أن لكل شخص يعمل هناك شخص آخر في المنزل لا يعمل، طفله أو زوجته أو الزوج، بينما في السعودية لدينا 5 مليون من يعمل وعدد السكان 20 مليون، إذا شخص مقابل 3 أشخاص، فهناك شخص يعمل وهناك زوجة وطفلين في المنزل. هو ليس مؤشر البطالة، البطالة 11%. نعم. ولكن هذا موضوع آخر. أيوة أنا ذكرت هذا الموضوع وذكرت أنه في وسط النقد الدولي والبنك الدولي هي مؤشرات أساسية، يعني ليست مؤشر البطالة. مؤشر البطالة ليس دليل كامل على البطالة. بالنسبة للموضوع الثاني والله ما عندي أي إضافة، يعني لا أرى أي إضافة اقتصادية. نعم. بالنسبة لضم دول أخرى كالأردن والمغرب، ولا أرى، يعني لا يوجد أي نقطة نتحدث عنها بضمهم غير ضمهم من الناحية الاقتصادية، ربما من شأن سياسي أو شأن أمني هذا شيء آخر. طب إحنا طرحنا موضوع تنويع مصادر الدخل، كل دولة خليجية لديها الآن رؤية ولديها الآن وهناك حديث عن صناديق استثمارية كل دولة خليجية على حدة، برأيك لماذا لا يتم توحيد هذه الرؤى؟ لماذا لا يكون هناك صندوق استثماري خليجي تعود عوائده على دول الخليج بالمناصفة؟ يعني ما رأيك؟ ربما للتنويع. لماذا؟ كيف؟ يعني كل دولة تعمل لوحدها كتنويع، يعني بدل صندوق واحد يكون فيه عدة صناديق. لا برأيك هل من الأجدى أن يكون هناك صندوق والله استثماري؟ والله أنا أرى يعني لو يؤجل الحديث هذا إلى أن تقوم هذه الرؤى ويتم العمل عليها ويكون هناك صناديق استثمارية تعمل بشكل جيد، ربما وقتها يكون فائدة من التكامل مع بعضها، تتفق مع بعضها وتعمل مع بعضها. أما الآن يعني لا أرى أي. في المستقبل المنظور كيف ترى الأمور في دول الخليج أو في مجلس التعاون، في منظومة مجلس التعاون الخليج اقتصاديا؟ والله من الناحية الاقتصادية يعني لم أرى توجه يعني يلامس الحقيقة التي نلمسها من الدول المتقدمة وكيف تقدمت. الدول الخليج ليست دول ذات عمالة رخيصة، إذا ليس أمامها إلا أن تعمل مثل الدول المتقدمة، وهي أن تكون دول تعتمد على التكنولوجيا وتمتلك التكنولوجيا وتمتلك الابتكارات والكوادر الماهرة. نعم. ولا أرى هذا قريبا في دول الخليج. إذن يطول الحديث عن هذا الموضوع، ولكن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتوجه بالشكر الجزيل للشيخ سيف بن هشل المسكري، كان معنا من مسقط وهو نائب الأمين العام الأسبق للشؤون السياسية في مجلس التعاون الخليجي، كان معنا أيضا عضو مجلس الشورى البحريني والخبير الاقتصادي سعادة النائب جمال فخرو، وأيضا كان معنا في الاستوديو الأستاذ برجس البرجس المستشار الاقتصادي السعودي والكاتب في صحيفة الوطن. بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة الساعة الخليجية هذا الأسبوع، كانت معكم إيمان الحمود، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.